أسعد الله أوقاتكم أعزائي الطلاب، أهلا وسهلا بكم. معكم المدرس هشام الدرويش، سأكون معكم في شرح كتاب الفيزياء للصف العاشر الفصل الثاني. قبل التعريف في محتوى الكتاب قبل التعريف في محتوى الكتاب والوحدات التي سندرسها سوية هذا العام أو هذا الفصل، سأتكلم بشكل بسيط عن مادة الفيزياء. طبعا علم الفيزياء وهو علم واسع جدا وعلم عريق وقديم، علم موسع نشاهد تطبيقاته في الحياة العملية والحياة اليومية. طبعا علم موسع هو علم واسع يضم عدة أمور، منها مثلا التحريك، ومنها الأمواج، ومنها البصريات، ومنها حتى يدخل في علم الكواكب والفضاء. طبعا علم الفيزياء علم مشعب وعلم مترابط مع بعضه البعض، وقوانين الفيزياء مترابطة مع بعضها البعض. علم الفيزياء علم واسع يتسع للجميع، يعني أنا كطالب لازم يكون لي دور في هذا العلم وأترك بصمة في الفيزياء وأنجح وأحط هدف أمامي للنجاح. طبعا النجاح في حياتك العملية يرتبط على مدى مقدرتك على فهم المواد العلمية. طبعا أنت كإنسان أو طالب مختار الاختصاص العلمي، وطبعا نجاحك يرتبط بنجاح هذا المجتمع. قبل أن نبدأ في شرح الكتاب وما يحويه هذا الكتاب، يجب أن نتعلم من أخطائنا التي مررنا بها في الفصل الأول لتكون درس لنا لنبدأ بالفصل الجديد، لنبدأ بضحكي ببسمي بأمل بتفاؤل، لنضع طموح أمامنا، لنعمل سوية، لنجتهد، لنقدم ونتعب في سبيل هذا العلم، لربما نرقى في مجتمعنا إلى مراحل متقدمة، ولنرقى في العلم إلى مراحل متقدمة ومتطورة. يمكن أنا كطالب يمكن يصير لي شأن هائل في الفيزياء عندما بهتم بدراسة الفيزياء وبهتم في علم الفيزياء. سأقدم نصيحة لكم أيها الطلاب، أصدقاء الطلاب، لا أعتمد فقط على دراسة المنهاج الذي بين يدينا الآن أو الكتاب الذي بين يدي الآن، ووسع البحث عن معلومات ومفاهيم في الفيزياء باستخدام الإنترنت وتصفح الإنترنت مواضيع الفيزياء المهمة والممكن أن أستفيد منها وأطور مقدرتي في فهم مادة الفيزياء. طبعا سأستعين بالإنترنت، ممكن أستعين في اليوتيوب لمشاهدة بعض التجارب الفيزيائية، لمشاهدة بعض التجارب الفيزيائية وبعض التقنيات الفيزيائية الحديثة. طبعا الفيزياء تدخل في معظم الأمور في هذه الحياة، من الروبوتات إلى التكنولوجيا إلى الميكانيك إلى التحريك إلى الكهرباء. علم مثل ما قلت لكم علم موسع وعلم جميل، ومادة الفيزياء مادة سهلة، على عكس أنا أقول منها مادة سهلة، على عكس معظم الطلاب اللي بيعانوا من صعوبة في الفيزياء وبيقولوا مادة الفيزياء مادة ناشفة. لا، مادة الفيزياء مادة حركية، مادة سلسة سهلة، لكن تحتاج إلى تعب، القليل من التعب لفهمها والتعمق بها، تحتاج إلى تعمق ودراسة، تحتاج إلى دراسة مبسطة للكتاب الذي سأشرح منه. طبعا أنا اخترت كتاب شامل للفيزياء يحوي على مواضيع مهمة في الفصل الثاني تفيدنا في الحياة العلمية، يعني في المراحل المتقدمة في دراستنا سندرس هذه المواضيع، ولكن بشكل مفصل وبشكل موسع. كطالب صف عاشر اليوم أنا عندي كتاب شامل يحاكي المستوى العمري للطلاب، ولكن أنا مثل ما قلت لك ليس دراسة الفيزياء ليست حكرا على كتاب أو آخر، وإنما لأكون ملم بمادة الفيزياء يجب علي أن أقدم بعض الجهد وأدفع بعض الجهد والعزم في البحث على الإنترنت للتعرف على مفاهيم ومواضيع جديدة في الإنترنت، مشاهدة بعض التجارب الفيزيائية على اليوتيوب لتطوير دماغنا بطريقة فيزيائية سلسة. طبعا كما قلت لكم مادة الفيزياء هي مادة عريقة، سأشرحها بأسلوب إن شاء الله يصل إلى جميع الطلاب بطريقة سهلة وسلسة، ليتمكن جميع الطلاب من الفيزياء من مادة الفيزياء، ولتصبح مادة الفيزياء عند جميع الطلاب بالمادة السهلة، المادة العلمية السهلة المبسطة الممتعة في الدراسة، الممتعة في الدراسة، ولنغير أفكارنا عن هذه المادة، أن مادة الفيزياء من أصعب المواد العلمية إلى ما هنالك. اليوم في هذا الكتاب سنشرح في هذا الفصل سنشرح وحدتين في هذا الكتاب، هي الدلجلار أي الأمواج، والموضوع الثاني هو الأوبتيك وهي البصريات أو علم البصريات كالمرايا والعدسات وانكسار الضوء وانعكاس الضوء إلى ما هنالك. الوحدة الأولى الأمواج، يعني تضم أنواع الأمواج والكثير من المفاهيم التي سندرسها عن علم الأمواج. علم الأمواج علم واسع في هذا الكتاب، يشرح بشكل مبسط وشكل سهل وسلس. سنتعرف الآن مباشرة على أقسام
أنا أقسام الوحدة الأولى، الوحدة الأولى كما قلت، عفوا، عن الوحدة الثالثة في هذا الكتاب، الوحدة الأولى في هذا الفصل، لاحظ أوشن يونيتي. الوحدة الثالثة هنا، الموضوع الرئيسي لهذه الوحدة هو الدالجالار، أي الأمواج. هنا الموضوع الأول من هذا القسم الدالجالار، تيريتيشيم، دالجا هركاتي، دالجا بيريوت، فيركان، سيزيفي، جينليك، كفرام لاري، أي الاهتزاز وحركة الموجي وطول الموجي والدور والتواتر، تواتر الموجي وسرعة هذه الموجي وسرعة هذه الموجي. وأيضا سندرس في هذا القسم دالجالار لارين تشدي انرجي في تيريتيشيم دور لوسينا غوري سنف لاندر لمسي. سنصنف الامواج حسب اهتزازها ومنحى اهتزازها، وسنصنف وسنتعرف على الطاقه التي تحملها الامواج، سنتعرف على الطاقه التي تحملها الامواج. ننتقل للموضوع الثاني من هذه الوحده وهو اليا دالجاسي، اي امواج النابض، امواج النابض، حركه النابض. نحن نعلم ان النابض يتحرك عند اهتزازه بطريقه تواتر او اهتزاز. هنا يقول لك اتما في بيريوديك دالجا اولوشمو ارسن داكي فريق. سنتعرف على الفرق بين الاستطالي وتواتر ودور الحركه ودور الموجي ودور الموجي او الامواج الدوري، الامواج الدوري. وهنا سنتعرف ايضا على يايلار اتمنن يان يانس يانس ماسي في اليت ماسي، اي الانعكاسات الموجي وطريقة وصول الموجي وطريقة وصول الموجي، يعني انتقال الأمواج واهتزاز في اهتزاز النابض. وهنا سنتعرف على الموضوع الثالث من هذه الوحدة وهو الصودا الجسي، أي الأمواج المائية، الأمواج المائية. سنتعرف على الصودا الجرينين إليرمي، أي انتقال الأمواج المائية واتجاهها دالجا تي بي سي في دالجا شكرو. سنتعرف على قعر الموجي وقاعدة الموجي أو القعر للموجي وقمة الموجي. طبعا هذه المفاهيم والأفكار سنشرحها في هذه الوحدة. هنا ننتقل إلى قسم أيضا جديد في الأمواج المائية وهو الدرسال في دايرسال سودا دالجالارينين ينسما حركات لاري. سنتعرف على الحركات على حركة الأمواج الدائري وحركة الأمواج المستقيمة. وهنا سنتعرف أيضا على الأورتام ديرين لي إلي سودا الجالارين ياي الما هزي أرسندكي إلي شيك. سنتعرف على العلاقات بين العمق الوسطي للموجي، العمق الوسطي للموجي والموجات البحري والموجات البحرية أو الموجات المائية. وهنا الموضوع الرابع من هذا القسم وهو الدروسال سو دايل جالارين كيرلما حركات، الحركات المنكسرة، الحركات المنكسرة أو المتقطعة للأمواج، للأمواج المائية المستقيمة، للأمواج المائية المستقيمة. ننتقل ايضا في هذا الموضوع الى السيس دالجاسي وهي الامواج الصوتي، الامواج الصوتي. طبعا علم الامواج الصوتي وهو علم موسع بشكل هائل وعلم متطور يتطور مع تطور العلم. في كتابنا شرح، يوجد لديه شرح مفصل وبسيط ولكن غير متعمقين في شرح هذا الموضوع، لان هذا الموضوع علم واسع كما قلت لكم، علم واسع يستخدم حاليا في التطبيقات العملي بشكل كبير الطب، طبعا في الطب والأسلحة، في الطب والأسلحة. هنا يقول لنا سيس دالجالاري إلي إلجلي تمال كفراميم. سنتعرف المفاهيم الأساسية للأمواج الضوئية، سنتعرف على المفاهيم الأساسية ونعرفها للأمواج الصوتية. عفوا، هنا سيس دالجالارين تيب دينيس جيليك صناعات في جغرافيا آلان لاريندان كلان مي. سنتعرف على استخدامات الأمواج الصوتية في الجغرافيا والصناعات والصناعات يعني وفي الطب وفي الطب أيضا. ننتقل إلى الموضوع الخامس من هذه الوحدة وهي الدبرام دالجاسي، الأمواج الاهتزازية أو الزلزالية، الأمواج الاهتزازية أو الزلزالية. سنتعرف على مفهوم الموجات الزلزالية دبرام دالجالاري، وسنتعرف على مصادر الزلازل والوقاية منها لعدم فقد الأموال و الأنفس، يعني خلال أثناء حدوث الزلازل، أثناء حدوث الزلازل. سأنتقل الآن إلى الأوبتيك أو الوحدة الرابعة، الوحدة الرابعة وهي تضم علم البصريات، التي تضم علم البصريات. هي طبعا أيضا علم البصريات علم موسع، سندرس فيه عدة أشياء مهمة من الإضاءة إلى الظل إلى انتقال الضوء في أشعة في سطوح شفافة ونصف شفافة. سندرس فيها الانعكاس
سندرس فيها المرايا المقعرة والمرايا الكروي والمرايا والمرايا المستوية. سنتعرف على موضوع انكسار الضوء، وسندرس موضوع العدسات والموشور وتطبيقات هذه العدسات في الموشور طبعا والحياة العملية. أبدأ في التعريف في هذه الوحدة، وهي كما قلت بعنوان الأوبتيك، علم البصريات، يعني من كما قلت لكم الضوء والعدسات والمرايا. ونتعرف إلى الموضوع الأول هنا في هذه الوحدة، وهي الأيدين لاما، وهي الإضاءة. هنا نتعرف على إيشين دافرانيش، موديل لاري، على سلوكيات الضوء، على سلوكيات حركة الضوء طبعا. هنا سنتعرف على إيشيك شدتي، على شدة الضوء، إيشيك أكسي، وعلى تدفق الضوء في الأيدين لاما، شدتي كفرام لاري أرسندكي إيشيك. سنتعرف على المفهوم بين تدفق الضوء والعلاقات بين تدفق الضوء والإضاءة. ننتقل إلى القسم الثاني من الوحدة الرابعة، وهو الجولجي أي الظل. سنتعرف على سايدام، وهي الأجسام الشفافية. سنتعرف على ياري سايدام، الأجسام نصف الشفافية، في سايدام أول ميان مادلارين، والمواد غير الشفافية التي لا تعكس الضوء، سنتعرف على خواصها أيضا. سنتعرف هنا على يانسما أو الانعكاس، يعني سنتعرف على الأمواج الضوئية وطريقة انعكاسها، وما هي الزوايا التي تنعكس بها طبعا على السطوح الشفافي، أو السطوح العاكسي للضوء، الشفافي أو غير الشفافي. ننتقل الآن إلى الدزلام أينا، وهي المرآة المستوي. سنتعرف على المرآة المستوي، دزلام أيندا جرونتلو أولوشمو، وعلى الخيال المتشكل في المرآة المستوي. سنتعرف أيضا على الخيال المتشكل في المرايا المستوي. ننتقل إلى القسم الخامس من الوحدة الرابعة، وهو الكورسال أين لارلار، وهي المرآة الكروي أو المرآة المقعرة. سندرس فيها كورسال أين لاردان أودك نكتسي مركز طب نكتسي في أصال إكسان كفرام لاري. سنتعرف على المفاهيم، على نقطة التقعر ورأس الموجي ونقطة انعكاس الضوء في هذه المرايا، المرايا المقعرة أو المرايا الكروي. لها عدة تطبيقات في الفيزياء، وهي مفيدة لنا بشكل كبير. طبعا سندرس أيضا كورسال أين لاردان جورنتو في أولوشمي في أوزلك لاري. سندرس خواص المرايا المقعرة أو الكروي، وسنتعرف على ماهية الخيال الوهمي الذي يتشكل في هذه المرآة، الخيال الوهمي الذي يتشكل في هذه المرآة. سننتقل الآن لدراسة القسم السادس. القسم السادس في هذا الوحدة في هذه الوحدة الرابعة طبعا، هي الكيرلما أو الانكسار. سنتعرف على انكسار الضوء، وخواص انكسار الضوء وخواص الأشعة المنكسرة والشعاع القادم والشعاع المنكسر في الأوساط المختلفة، وسنتعرف على الموجات الضوئية التي تنكسر على الماء مثلا، أو على السطح الصلب، أو على السطح، أو على المرآة. نتعرف ماذا يضم هذا البحث السادس من الوحدة الرابعة. طبعا هذا البحث بحث مهم جدا في الفيزياء، وله تطبيقات هندسية متعددة. نلاحظ القسم الأول من هذا البحث، إيشين كيرلما سينن سودا الجلاريندان كيرلما أولاي إلي شيكسي، أي العلاقات بين الأحداث وانكسارات الضوء، بين الأحداث والانكسارات الضوء على الأمواج المائية، وهنا سندرس إيشين تام ينان سيمسي أولاينين في سنير أشيسين أناليزي. سنتعرف على تحليل الضوء وما هو الشعاع المنكسر والمنعكس، وما هي السطوح غير العاكسي، وما هي السطوح الغير عاكسي أو التي لا تسبب في انكسار الضوء، سنتعرف أيضا في هذا الموضوع على الفرق لأورتام دابولونان بيرجيسيم جرونور أوزاكليني إتكليان سبب لار. سنتعرف على الأسباب التي تسبب أو الأحداث التي تسبب أو التي تؤثر على بعض الأجسام وعلى
انكسار الأضواء، انكسار الضوء أو الأشعة في هذه الأجسام، وعلى الخيال المتشكل على هذه الأجسام. والخيال المتشكل على هذه الأجسام طبعا الأجسام العاكسة للضوء أو الغير عاكسة، العاكسة للضوء اللي تسبب انعكاس الضوء اللي تسبب انكسار الضوء. سننتقل إلى القسم السابع، سننتقل إلى القسم السابع من هذه الوحدة وهو الميرجيكلار، وهي العدسات. العدسات طبعا كلنا يعرف العدسات وما هي تسبب للضوء، إما كسر الضوء أو عكس الضوء. وتختلف أنواع العدسات من عدسات مقعرة وعدسات محدبة، من عدسات مقعرة وعدسات محدبة. لكل نوع من أنواع العدسات خاصية مختلفة، لكل نوع من أنواع العدسات خاصية مختلفة سندرسها في هذا البحث إن شاء الله. هنا يقول لنا ميرجي كلارين أوزل كلاري في ميرجيك شيشي كلاري، أنواع العدسات وخواص هذه العدسات. القسم الثاني من هذا البحث ميرجي كلارين أولوش تدو جرونتون أوزل كلاري، وما خواص وما هي الخيال المشكل في هذه العدسات أو الأشياء المرئية في هذه العدسات. ننتقل إلى القسم الثامن من هذه الوحدة وهو تطبيق للعدسات والمرايا، تطبيق للعدسات والمرايا، وهو البريزمالار، وهو الموشور طبعا، وهو جهاز فيزيائي، جهاز مصنع فيزيائي يستخدم مثلا في يستخدم في الغواصات تحت الماء، يستخدم في الغواصات تحت الماء لنستطيع من خلالها مشاهدة ما يحدث فوق الأرض، عفوا مشاهدة ما يحدث فوق الماء. طبعا الغواصة كلنا يعلم أن الغواصة تسير تحت الماء، ولكن تستخدم خاصية المرايا والعدسات وتطبيق تطبيقات الموشور الفيزيائي لمعرفة الغواصة، لمعرفة الطريق الذي ستسلكه الغواصة. طبعا سنتعرف هنا في إشيك بريز لامين أوزل كلاري، سنتعرف على خواص الموشور وخواص الضوء المنعكس فيه، كيف سنستخدم مرأتان أو كيف سنستخدم مرأتان أو سنستخدم عدستان إحداهما تعكس الخيال للأخرى، نستطيع من خلالها مشاهدة الأمامنا. مثلا نحن نسعى لمشاهدة ما خلف الحائط، سنستخدم جهاز الموشور والموشور الصنعي الذي سنستطيع من خلاله أن نضع مرأتان، الأخرى في الأعلى والثانية في الأسفل، المرأة الأخرى مسلطة باتجاه الأمام وتعكس خيالها باتجاه المرأة في الأسفل. نحن سننظر إلى المرأة في الأسفل ونشاهد ما خلف الحائط. طبعا هذه الأجهزة مستخدمة في الغواصات البحرية ومستخدمة في الحروب ومستخدمة في الحروب ومستخدمة في الحروب أيضا مستخدمة في الحروب أيضا. وهنا سنتعرف على الموضوع التاسع، سنتعرف على الموضوع التاسع وهو الرنج الألوان، سنتعرف على الألوان أيضا. هنا هذا الموضوع الأخير في هذه الوحدة وهو الرنك، اللون، يعني اللون أو الألوان. سنتعرف في موضوع الألوان على جسم لارين رنك لي جورن جورلم السنين سبب لاري، لماذا نشاهد الأجسام، لماذا نشاهد لون الأجسام، الألوان المختلفة للأجسام. طبعا هذا الشيء يعتمد على التشكيل الشبكي العيني، على تشكيل الشبكي العيني وأين الشبكي في العين يعني، وأين يسقط الضوء المنعكس من هذه الأجسام في العين طبعا، ويعتمد على الأمواج المنعكسة من هذه الأجسام. طبعا كل لون له موجة ضوئية مختلفة، كل لون له موجة ضوئية مختلفة. أعزائي الطلاب، بهذا القدر نكون قد تعرفنا في هذا الدرس الأول، نكون قد تعرفنا على ما هي المواضيع التي سندرسها في هذا الكتاب. طبعا الكتاب كما قلت لكم كتاب شامل لمواضيع الفيزياء، سندرس فقط في الوحدة الثالثة والوحدة الثالثة والوحدة الرابعة. طبعا الدروس ستكون سهلة وسلسة جدا، سأقوم بترجمة الكتاب، سترجمة اللغة التركية للغة العربية، سأشرح الفكرة العلمية بشكل مبسط إن شاء الله بحيث يستوعبها جميع الطلاب، سنحاول بقدر الإمكان التوسع في الشرح، التوسع في شرح الأفكار. طبعا سنقوم بحل الأسئلة المحلولة وسأقدم طريقة شرح طريقة الأسئلة غير المحلولة، سأترجم الأسئلة غير المحلولة وسأعطي طريقة الحل، ويبقى عليكم كطلاب أن تقوموا بتعويض الأرقام الجبري وإيجاد النواتج أعزائي الطلاب بهذا القدر ينتهي الدرس الأول للصف العاشر لمادة الفيزياء الفصل الثاني.